سلام. اليوم معنا تكنيك التأمل رقم 22 من التأملات المية. تتمحور تقنية التأمل هذه واللي رح نكشفها اليوم حول تحديد الهوية وجوهر مراقبة تجاربنا في الماضي والحاضر والمستقبل دون أن نعرف أنفسنا بها. هذه التقنية متجذرة في السوترة العاشرة اللي بتقول دع الانتباه يكون في مكان ترى فيه بعض الأحداث الماضية وحتى شكلك بعد أن فقد خصائصه الحالية يتغير. يعني الفكرة الأساسية هنا هي إدراك أحداثك السابقة كما لو كانت تحدث لشخص آخر، مع الحفاظ على وعي بأنك مجرد مراقب منفصل لتلك الأحداث. من خلال القيام بهذا الشيء من الممكن التخلص من هذا التعريف على هذه الأحداث الماضية وإنشاء فصل بين وعيك والأشكال الجسدية والعقلية اللي من خلالها بتعيش الحياة. في نهاية المطاف الهدف هو البقاء بمنأى عن الوقت وخبرات الحياة والحفاظ على حالة من الوعي الأصلي الذي لم يتغير بسبب مد وجزر الوجود. خلينا نبلش بالتأمل. أولا حاول تلاقي وضعية جلوس مريحة اسمح لجسمك بالاستقرار في هذه الوضعية، بيضمن لك الشعور بالدعم والتجذر. سكر عينيك واجذب انتباهك إلى الداخل. ابدأ بأخذ أنفاس عميقة واستنشق ببطء والزفير ببطء. شهيق، زفير. خلي كل نفس يكون مرساة ناعمة ولطيفة للحظة الحالية ودعوة للانسحاب من العالم الخارجي والتحرك نحو الداخل. لما يبلش عقلك يهدى الآن ابدأ في تذكر الأحداث الماضية في حياتك، وابدأ بآخر ماضي وابدأ في التحرك للخلف ببطء. لما بيجي إلى ذهنك الحدث انظر إلى نفسك كمراقب وفقط، كن شاهد على ذلك الحدث لا أكثر. تخيل السيناريو للماضي بيتكشف زي فيلم أمامك، وأنت كمشاهد منفصل وما في أي تشابك عاطفي بينك وبين المشهد. تذكر أنك لا تسترجع هذه الأحداث الماضية، فقط راقبها. مثلا أنت مش الطفل اللي بيلعب أو المراهق اللي عم بيعيش حالة حب أو الشخص البالغ اللي بيعاني من الألم، أنت فقط تراقب هذه الأشكال بينما تشاهدها. حافظ على منظور المراقب كل ما تعمقت في ماضيك. أثناء القيام بذلك ممكن تواجه لحظات من المشاعر القوية، الحب أو الغضب أو الخوف أو الفرح. بغض النظر عن المشاعر استمر في الملاحظة دون التعرف أو دون ما تعرف نفسك فيها. هذه المشاعر جزء من المشهد ومش جزء منك، أنت فقط المراقب. استمر في رحلة العودة إلى ماضيك لمدة 10 دقائق تقريبا. اسمح لكل ذكرى أن تأتي وتذهب دون التشبث بأي ذكرى محددة. شاهد هذه الذكريات باهتمام منفصل وراقبها، ولكن لا تصبح جزء منها. بعد حوالي 10 دقائق وبعد سماع الجرس رجع انتباهك بلطف إلى الحاضر. افتح عينيك لما تكون جاهز وحافظ على هذا الشعور بأنك مراقب منفصل. خلينا نبلش لمدة 10 دقائق.
خليك في وضعية المراقب. رجع نفسك ورجع أفكارك، حاول ما تتشتت. تذكر إنك تضلك شاهد على هذه الأحداث وفقط. أنت مراقب منفصل لا غير. خليك مع الماضي، مع هاي الأحداث بدون ما تتشتت. خليك مع النفس. خليك مع الماضي، مع هاي الأحداث بدون ما تتشتت. أنت مراقب منفصل لا غير. رجع نفسك ورجع أفكارك، حاول ما تتشتت. خليك مع النفس. خليك في وضعية المراقب. رجع نفسك ورجع أفكارك، حاول ما تتشتت. تذكر إنك تضلك شاهد على هذه الأحداث وفقط.
من خلال هذا التأمل رح نبدأ في إدراك الجوهر الأبدي غير المتغير لوجودنا اللي بيظل بمنأى عن تجارب الحياة. هذا الجوهر وعينا يشبه المراقب، بيشاهد مسرحية الحياة تتكشف دون أن تصبح جزء من الدراما. من خلال التعامل مع الأحداث الماضية كفيلم ورؤية دورنا كمراقب، نبدأ في التخلص من ماضينا وعواطفنا. ذكر أن الهدف مش الهروب من الواقع أو إنكار تجاربنا، ولكن فهم طبيعتنا الحقيقية وراء هذه التجارب. بيتعلق الأمر أكثر بإدراك أنه بينما ننخرط في الحياة بأشكال وأدوار مختلفة، فإننا في الأساس وعي غير متغير وغير ملوث. هذا الوعي هو نحن الحقيقيون، بيتجاوز أسمنا وشكلنا وخبراتنا الحياتية. إذن هذه التقنية ما بتتعلق بالقمع أو التجنب، بدلا من هيك بيتعلق الأمر بالحصول على نظرة عميقة لطبيعة وجودنا، ومن خلال الممارسة المستمرة بإمكاننا تطبيق نهج المراقبة هذا على تجاربنا الحالية وكمان المستقبلية، فبالتالي البقاء على أساس جوهرنا الذي لا يتغير وسط مسرح الحياة المتغير باستمرار. سلام، وبشوفكم بالتأمل القادم.